السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بلعبة ليتل نايت ميرز. رجعت لكم بهالفيديو. نحن مثل ما بتعرفوا ختمنا اللعبة، بس في نهاية سرية للعبة، وفي حدا من الشباب علق لي عليها وقلت لازم اغطي لكم اياها، مع العلم انه حتاخذ كتير جهد مني لحتى ارجع اجمع كل الجلتشات، وهي اخر شيء حتكون مشهد اضافي. بس ممكن هذا الشيء يشرح لكم اكثر بالقصه للناس اللي كانت عم تعلق على اخر فيديو، شفتكم قديش انتم القصه هامتكم وعم تعطوا فيها تحليلات، فرح اجيب لكم هالمشهد ممكن يفيدكم. فقبل ما نبدا بتمنى دعمكم على المقطع بلايك، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه اذا كنتوا غير مشتركين. راح احط لكم اول شيء مشاهد تجميع الجلتشات وانا عم جمعها واحده واحده، وبعدين حنلعب نعيد النهايه ونشوف المشهد وين بيجي مكانه. اتمنى تستمتعوا بالفيديو. بسم الله خلونا نبلش. اول شيء حنروح على اختيار الفصل، ونروح على الفصل الاول لانه احنا مجمعين بس الاطياف المؤسفه المكتشفه، هي مجمعين واحد من اربعه، لازم نجمع ثلاثه ثانيين، فبنجمعه وبحط لكم لقطات عن كل واحده ان شاء الله. طيب يا شباب، هون عندنا اول جليتش، بننزل على هاي الحفه، بدل ما نطلع الطرف الثاني لازم نروح يمين، ننزل لتحت، حنلاقي هون اول جليتش. طيب يا شباب، ثاني جليتش انت تنزلوا من هاي الشجره، قبل ما تكملوا ارفسوا ورجعوا لتحت الشجره، حتلاقوا الجليتش الثاني عنده جثه مثل فار كبير، مثل راسه مضروب بفخ، شايفين هي دليل قديش حجمه لمونه صغير هلا، مثل وهذا الفار المربوط جوا بجنزير. نرجع نرجيكم اياها منيح، شايفين يا شباب. بس تطلعوا من هذا الباب تجوا لهون، هذا الباب اللي عليه قلب حب، هابي فالنتاين دي، تنط وتمسك تفتح الباب حتلاقي الجلتش الثالث. واخر جلتش نحن جمعناه اول مره راح احط لكم اياه هلا، مش هذا وين بتلاقوه عند الشاطئ. هي كل الاربعه جلتشات اللي بتلاقوها باول شابتر. خلونا هلا ننتقل على الشابتر الثاني. طيب، اول جلتش في الشابتر تايم تلاقوه هون بعد ما نفوت ستة عن طريق الهاي التلفزيون، بنروح هون يسار ما بنروح يمين، بتلاقوا الجلتش عم يطلع لتحت مثل واقع، بتاخدوه وبتكملوا بطريقكم باللعبة من على اليمين، هو الطريق القصة. طيب يا شباب، تاني جلتش بتلاقوه بهاي المكان هو هون، تلاقوه عند هاي البسكليتة وهي دراجة، تلاقوه في جلتش، هاي تاني واحد عنا اياه. طيب يا شباب، بس توصلوا لهون لعند المصعد المقفول بعد ما يختفوا مونو بثواني، يعني مو مونو، بعد ما يختفوا ستة تلاقوا هذا الباب بينفتح معكم، افتحوه بتلاقوا الجلتش الثالث هذا اظن، وتلاقوا صورة البرج الارسال، كمان الفيران ميتة، ما بعرف شو علاقة الفيران بالموضوع. طيب يا شباب، الجلتش الثالث مكان ما بتلاقوا شطرنج، بدل ما تروحوا يمين على الرقعة روحوا على اليسار، شايفين هي الساعة بالنص، خليكم كملين بتوصلوا لعند هدول النيتين وبتلاقوا حبل المشنقة، عند حبل المشنقة بتلاقوا جلتش كمان لولد صغير، بعدين فينكم تروحوا يمين وتكملوا بالقصة وتحلوا لغز لعبة الشطرنج. طيب بالنسبة للجلتش اللي بعده، تجوا لهون بتفتشوا عربة الأكل، افتحوا هذا الباب، انتو هاي العربة بدكم تستخدموها تفوتوا على الفتحة اللي على اليمين اللي شايفينها فوق، بس انت اذا تفوت على اليسار هذا الباب ينفتح معك، تلاقي شخص ميت هذا البديل، تطلع فوق الطاولة بتلاقي الجلتش، اظن هذا الجلتش الخامس بهالمرحلة، جمعوه وخلونا نروح على الجلتش اللي بعده. طيب يا شباب، بس لتعدوا من مكان هاي الحاوية عرفتوها وتلفشوها لتوقعوها، يجيكم بابين بعدهم في جوا زورة،
بس اربع زورق حيطلع لكم الجلتش. هاي الجلتشات كلها البيت شابتر 2. خلونا هلا ننتقل على شابتر 3 ونشوف شو في جلتشات ما جمعناها نجمعها كمان. طيب يا شباب، بالنسبه لهذا الجلتش، بعد ما تاخذوا البيل بتطلعوا لهي الغرفه مثل غرفه العنايه، طريق من على اليمين، بس انتم ما لازم تروحوا دغري، انزلوا لتحت شوي. انا هون كنت عم بدور على جلتش، بتنزلوا لتحت شوي بتلاقوا في مثل عربه حمراء، شفتوها؟ هاي تقرب عليها تلاقي جلتش الولد الصغير كمان اللي ميت بهذا المكان، تاخذوا وبتكملوا بطريقكم. هلا بس توصلوا على هاي الغرفه اللي فيها ايدين ورجلين معلقين، تطلعوا بتلاقوا هذا الممر قدامكم. الطريق من الطرف الثاني، بدنا نروح نجيب الفيوز هون، فانزلوا لتحت بهذا الممر بتلاقوا الجلتش الثاني بهذا الشابتر، تاخذوه تمشوا باتجاه العكس تكملوا بالمهمه. حط لكم هلا الجلتش اللي بعده. طيب يا شباب، بس توصلوا لهون تعرفوا هون وتطلعوا لكم الايدين، شوفوا راح هون بهذا المكان، ترجعوا لورا ورا هذا الباب في مكان مخفي هون على اليمين، تمروا بين الحدايد وبتروحوا على اليسار، المفروض هذيك الغرفة، بتلاقي بهاي الغرفة حنلاقي الجلتش الثالث، الثاني او الثالث يمكن، ماني متذكر الصراحة. طيب هلا بس بنوصل على هاي الغرفة اللي فيها صندوق الصابون، حتعرفوا يعني ما في غيرها غرفة فيها صندوق صابون. بنروح من هاي الفتحة على اليسار، من بعد الصندوق المفروض من هاي الفتحة فوتوا بتلاقوا مثل بانيو في جلتش على طرفه، شخص ميت او ولد ميت كمان، حناخذ الجلتش تبعه ونكمل على الجلتش اللي بعده. طيب يا شباب، شفتوا هذا الطريق اللي اجينا منه؟ اول ما نطلع بتشابتر 4، اول ما تطلع من المشفى تطلعوا المصعد لفوق بعدين تطلعوا لبرا، حتلاقوا هون في جلتش. طبعا انا للاسف وقت جمعت هذا الجلتش ما كنت عم سجل، ف يعني ما عندي فوتج له، بس هون مكانه بالضبط لانه لسوء حظي اني جمعته وانا ما عم سجل. فجيجي، فهذا اول واحد بتشابتر 4، اول جلتش. رح احط لكم الثاني والثالث والرابع هلا ان شاء الله. اول ما تطلعوا هون في شباك تبع المشفى، شايفينه؟ انتو حتطلعوا هيك، حيكون هيك مشهد قدامكم، فروحوا على هاي نظام المجاري وانزلوا لتحت، بتلاقوا سنات الصيد وبتلاقوا الجلتش الرقم 15 اظن. طيب بالنسبة للجلتش رقم 16، تجي لهون عند هاي الدرس تلبسوا المصعد عشان تنطوا عليه وتطلعوا على الطابق الثالث. بس تنزلوا هون الطريق حيكون من على اليمين تكملة القصة، بس انتوا لازم تروحوا من على اليسار عند هذا الصندوق اللي على اليسار، تروحوا لعنده هلا وبتبعدوه. بس بعدوه حتفوتوا لجوا، حيكون في غرفة فيها ولد صغير، خلونا نشوف سوا. بس تفوتوا حتلاقوا هذا الجلتش، ولد محبوس كأنه، بناخده نطلع منكمل بطريقنا. الجلتش اللي بعده مو كتير بعيد، بعده فورا اول ما اطلع من الشباك حتكونوا صرتوا بمكان خارجي، حاط لكم اياه هلا. طيب هذا الجلتش فورا بعد ما نطلع منه، احنا قبل فورا بتلاقوا هاي الارضيه، بتفوتوا من هذا الشباك بتلاقوا الجلتش اللي بعده، بتقربوا الصندوق هذا القفص بتفتحوا الباب وبترجعوا بتتعلقوا على الشباك برا بتطلعوا لفوق. طيب يا شباب، اخر جلتش حنلاقيه هون، بدنا نتعلق بهاي العلاقة، حتفوتنا لجوا مثل ما شايفين في شباك تاني مفتوح برا، بعد ما نفوت بنرجع نطلع لبرا نروح على الطرف الثاني نفوت على هذا الشباك، حنلاقي اخر جلتش باللعبة. بعد هذا الجلتش المفروض يفتح لنا اخر مشهد ان شاء الله، بس حجمع هالجلتش حخلص النهايه وحط لكم بس اخر مشهد سينمائي
بالنهاية عشان تشوفوا تربطوه مع المشهد الإضافي اللي حيعطونا إياه، تعطونا تحليلاتكم بالموضوع. هيك المفروض جمعنا نحنا كل الجلتشات. وهي كمان اتشيفمنت. يلا برجع لكم بمقطع النهاية. طيب يا شباب، مثل ما شفتوا هي اللي فلتته. انا كنت بدي اعيده لاشوف اذا هو وقع ولا هي اللي فلتته، بس فعليا هي اللي فلتته. شفتوا هي اللي سحبت ايده هيك نتشت النتش مشان يقع، وبعدين مشيت ولا كانه في شيء، مع انه نحن قبل بدقيقتين انقذناها لستة. هذا الشيء بدلنا انه ستة بنت ستة ما انا شخصية منيحة. ليش لا هو انقذك؟ كانت هي بفورم سيء وهو انقذها. هي كانت وحش وعبدة تاكل كل شيء، وهو ضل عم يمشي وراها، ضل عم يمشي وراها لكسر لها اللعبه اللي معلقتها العلقانه براسها وخليتها محبوسه بهالفورم وحررها. ف ليش هي زتته؟ هذا السؤال اللي محيرني. ليش هي ما ساعدته تنقذه من انه ما يكون رجل طويل؟ على كل حال هلا راح اخليكم مع مشهد النهايه ونشوف شو المشهد الزيادة، وبدي تحليلاتكم على المشهد الزيادة اللي حتشوفوه.
هذا هو المشهد الإضافي اللي بتاخذه تفتح كل الجلتشات. اوكي طلعت ستة جلتش قدامه. عم تطلع على الوحش ابو العيون اللي على الرسمه، مو هذا وحش ابو العيون؟ اظن انه الوحش ابو العيون اللي على الرسمه. تطلع عليه اختفت. طيب يا شباب لهون نكون وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتوا فيه، أي دعم تعطونا عليه مشكورين عليه، لأنه رجعت عدت كل التشابترز لجمعت كل الجلتشات حطيت لكم اياها فيديو. قبل ما تطلعوا اشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين، ولايك كتير بيساعد الفيديو بيساعد القناة. شكرا لكم ودعمكم، نرجعكم إن شاء الله فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.